أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن تصريحات وزير الدولة في الحكومة الشرعية التي دعا فيها اليمنيين للتظاهر والمطالبة بعودة الرئيس هادي، في إشارة إلى احتمال أن يكون الرئيس والحكومة تحت الإقامة الجبرية في الرياض. دعا وزير الدولة صلاح الصيادي اليمنيين للتظاهر والاعتصام من أجل عودة الرئيس هادي إلى اليمن. وأوضح الصيادي في منشور له على فيسبوك أنه لن تتم هزيمة الميليشيا الإيرانية ما لم يتم الضغط من أجل عودة الرئيس هادي. وحذر الصيادي من كوارث تاريخية ونتائج كارثية في حال لم تتم عودة هادي إلى اليمن. وسبق أن أعلنت الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان قبل أكثر من عام أن الرئيس هادي يقبع تحت الإقامة الجبرية في السعودية، فيما كان الرئيس هادي أيضا قد أعلن مرارا نيته العودة إلى العاصمة المؤقتة عدن، إلا أنه أجبر على عدم المغادرة من مطار الرياض. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: ما الذي تريده السعودية من الإبقاء على الرئيس وحكومته والأحزاب السياسية رهن الإقامة الجبرية في الرياض وعدم السماح بعودتهم إلى العاصمة المؤقتة؟ وهل ذهبت أهداف عاصفة الحزم المعلنة لصالح أجندة مخفية للإمارات والسعودية المتربعتين على قيادة عمليات التحالف العربي؟ وماذا بقي لدى الرئيس وحكومته من خيارات؟ قبل النقاش نتابع التقرير. رئيس الجمهورية عبد رب منصور هادي تحت الإقامة الجبرية. تصريح رسمي يؤكد الشكوك التي تدور حول إقامة رئيس الجمهورية في الرياض. وزير الدولة صلاح الصيادي خرج عن صمته داعيا اليمنيين للخروج عن صمتهم أيضا والتظاهر من أجل إنقاذ رئيسهم والاعتصام للمطالبة بعودته إلى اليمن. المسؤول اليمني حذر ولأول مرة من كوارث تاريخية قادمة لليمن طالما بقي هادي في الرياض، مؤكدا على أن الطريق الوحيد لهزيمة الانقلاب واستعادة الدولة تبدأ من خروج هادي من السعودية. تصريح الوزير الصيادي يشير وفق مراقبين إلى وجود أزمة سياسية كبيرة بين الشرعية والسعودية، بدليل ربط الوزير إقامة هادي في الرياض بقصة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الذي وفق الصيادي تحرر من إقامته الجبرية في أيام، بينما ما زالت الشرعية تائهة في الرياض منذ سنين. لم يعد الرئيس هادي لليمن منذ فبراير 2017، وأكدت مصادر مطلعة أن السلطات السعودية أعادت هادي من مطار الرياض بينما كان متوجها لعدن، وتشير تلك المصادر إلى أن زيارة كانت متوقعة لهادي للأمم المتحدة ما زالت معلقة. بدأت الأزمة السياسية بين الرياض والشرعية بسبب الصمت المتواصل للرياض على دعم الإمارات لميليشيات مسلحة داخل المحافظات المحررة وإعاقة حضور الشرعية فيها. وتفاقمت الأزمة مع صمت الرياض على أحداث الانقلاب في عدن بداية العام الجاري وتعاملها مع الشرعية كطرف مساو للمجلس الانتقالي الجنوبي. تتزامن الاتهامات الموجهة للرياض بوضع هادي تحت الإقامة الجبرية مع الإجراءات السعودية الأخيرة الطاردة لليمنيين من المملكة، وهو ما يؤكد أن اليمن كلها وليس فقط رئيسها تحت الإقامة الجبرية. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيوفي في هذه الحلقة. سيكون معنا البرلماني شوقي القاضي من اسطنبول، وأيضا الدكتور عبد الله الغيلاني الأكاديمي والخبير الاستراتيجي من مسقط من عمان. أبدأ مع البرلماني شوقي القاضي، مرحبا بك أستاذ شوقي. أهلا وسهلا أخي بشير. أهلا بك أستاذ شوقي. هل فعلا الرئيس والحكومة تحت الإقامة الجبرية في الرياض؟ أنا لا يهمني موضوع هل هم تحت الإقامة أم غير تحت الإقامة، يعني كإجراء لا أعلمه بالضبط، ولكنني أناقش النتائج وأتلمس أتلمس الأعمال، أتلمس الواقع. أنا لا يهمني أين يتواجد الأخ رئيس الجمهورية بقدر ما يهمني أن هناك شيء ربما قد بدأ يطفح على السطح. المنشور الذي كتبه وزير الدولة، ونحن نتحدث الآن عن وزير وليس عن مفسبك عادي، وزير الدولة كتب كتابة واضحة تماما عندما قال أن كل اليمنيين مطالبين بالخروج والتظاهر من أجل عودة الرئيس.
يعني ما لا يعني ليتجنبوا كوارث تاريخية. ثم يربط ذلك كما ذكرتم في مقدمتكم بموضوع رئيس الوزراء اللبناني، ومعروف أن رئيس الوزراء اللبناني كان الإجراء فيه أنه يعني أوقف بإقامة جبرية. الذي يهمني الآن أنا أن هناك شيء بدأ يظهر على السطح جليا، وهو أن الإخوة في التحالف ما عاد اليمنيون يعني يشكون أدنى شك بأن هناك أجندات دخلت على خط التحالف مريبة جدا. كنا دائما نقول أن الرئيس لماذا منع من النزول، كانوا يردون علينا بأن هناك بعض الالتباسات وبعض الإجراءات وبعض اختلافات وجهات النظر، لكن الآن واضح تماما جدا أن الموضوع صار غريبا، وأن هناك أصابع اتهام موجهة للإخوة في التحالف يعني بأنهم ما عاد الأمر مخفيا، بأنهم إما مخذول يعني خذلوا اليمنيين، وإما أنهم لديهم أجندة أخرى غير ما أعلن عنها بأنها مساعدة اليمنيين باسترداد دولتهم وتعزيز مؤسسات شرعيتهم وغير ذلك. وبالتالي صار الأمر يبدو أنه واضحا بأن هناك أطراف في التحالف تمنع الرئيس هادي من النزول، بل تمنع مؤسسات الدولة من التواجد بطريقة أفضل. لكن يعني كما تعلم أستاذ شوقي، نعم، لكن كما تعلم الحكومة تنفي والرئيس ينفي بأن يكونوا تحت الإقامة الجبرية، وأنهم يمارسون مهامهم ويسافرون ويعودون وبكامل اختيارهم. ما عاد هناك مبرر مطلقا لبقاء الشرعية في الرياض، ليس هناك مبرر مطلقا. المنطق يقول أنه بمجرد ما حررت عدن، أو قيل هكذا أنها حررت، لأنه إلى الآن نحن نريدها أن تحرر للشرعية وليس تحرر لأطراف أخرى. المنطق يقول أنه بمجرد تحرير عدن وبمجرد تعزيز الأمن في مارب وبمجرد تعزيز تواجد الدولة على النطاق الذي تعلن عنه الشرعية وهو 85% هكذا تقول الشرعية. المنطق يقول إذن ليس هناك مبرر مطلقا من بقاء الرئيس هادي ولا بقاء الحكومة ولا بقاء الوزراء ولا بقاء حتى البرلمان. نعم. طالبنا بعودة البرلمان، طالبنا بانعقاده، لكن يبدو أن الأمر يعني يتجه إلى خيارات. نعم. سيئة للأسف. طيب أستاذ شوقي ابقى معي ونشرك معنا في الحديث الدكتور والخبير الأكاديمي والخبير الاستراتيجي الدكتور عبد الله الغيلاني من مسقط من عمان. مرحبا بك دكتور عبد الله. مرحبا بكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله. أهلا بك وعليكم السلام. دكتور، أنت كيف تابعت تصريح وزير في الدولة يقول بأن على الرئيس العودة إلى عدن، وهناك تلميح واضح بأنه يشير بأن الرئيس والحكومة وقيادة الأحزاب تحت الإقامة الجبرية في الرياض؟ بسم الله الرحمن الرحيم. دعني أخي الكريم ابتداء أؤكد على أن ما يحدث اليوم هو حصاد لما حدث قبل 3 سنوات. ما حدث قبل 3 سنوات الخطأ الأكبر الذي وقعت فيه الحكومة الشرعية والمنضوين في إطارها من الأحزاب والقوى السياسية الأخرى، هو أن هذه الحكومة وهذه القوى السياسية قد رهنت إرادتها رهنا كليا للتحالف، بمعنى أن يعني هذه الحكومة أفقدت نفسها القدرة على الحركة والقدرة على الاختيار والقدرة على اتخاذ القرار، وبالتالي صار الأمر مرهونا منذ بدايته، منذ أن سقطت صنعاء وتم احتلال الجزء الشمالي من اليمن وأسقطت الدولة، صار القرار الاستراتيجي يعني خرج عن نطاق الحكومة الشرعية وصار بيد التحالف. الآن ما يحدث هي إفرازات وتداعيات ونتائج ومآلات لهذا الخطر الكبير الذي وقعت فيه السلطة اليمنية منذ ذلك الحين. نعم. هذه واحد. الأمر الآخر، هل الرئيس محتجز في الرياض أم يعني ليس محتجزا هو وحكومته؟ نظريا الرئيس ليس محتجز، يعني لم يصدر عن الرئاسة يعني بيان، لا تصريحا ولا تلميحا، أن الرئيس منزوع الإرادة. ولكن على المستوى العملي هناك مؤشرات وهناك إرهاصات تؤكد أن حركة الرئيس على الأقل بقطع النظر عن التخريج السياسي أو التخريج القانوني لهذه القضية، ولكن عمليا يبدو واضحا أن حركة الرئيس
يعني الرئيس وحكومته لا يتمتعون بحرية حركة مستقلة وتامة. يعني هناك شيء من الوصايا مضروب على هذا على هذه الحركة. السؤال الأهم دكتور عبد الله، نعم وضحت هذه الفكرة، السؤال الأهم ما مصلحة السعودية أن تتحفظ على رئيس الجمهورية والحكومة ولا يعودوا إلى الداخل وتدعمهم من أجل أن تنتهي الحرب ومن أجل أن تعود الشرعية التي أدى التحالف العربي لدعمهم فيها؟ نعم، أنا أريد أن أذكر مسألتين. المسألة الأولى إجابة على سؤالك، ما هي مصلحة المملكة؟ نعم. يعني في عدم إطلاق يد الحكومة اليمنية وتحريرها من حالة الارتهان هذه وجعلها تتصرف كحكومة مطلقة الحرية، مطلقة الإرادة، مطلقة الصلاحية في نطاق الدستور اليمني. أنا أتصور هذا يعيدنا إلى سؤال آخر، ما هي أجندة التحالف في الدخول إلى اليمن؟ لماذا دشنت عاصمة الحزم؟ لماذا بني هذا التحالف أصلا؟ المعلن أن التحالف جاء من أجل الانتصار للدولة اليمنية الموحدة، الانتصار للنظام الديمقراطي الذي ارتضاه اليمنيون، الانتصار للشرعية وإعادتها كي تطلع بمهامها في إدارة اليمن. اتضح بعد كل هذه السنوات أن هذه الأجندة وهذه الأهداف التي أعلنت ولا تزال تعلن أنها محض، يعني ليست حقيقية، هناك أجندات أخرى. وبالتالي عودة الرئيس هادي إلى اليمن وإدارة ما حرر من المناطق اليمنية من داخل اليمن هذا يتعارض مع المشروع الذي يقوده التحالف الآن. المسألة الأخرى، هناك ثلاث اعتبارات اليوم، لو لم يكن إلا واحد منه لكفى، ثلاث اعتبارات تحتم على الرئيس هادي وحكومته العودة السريعة الملحة العاجلة إلى اليمن. نعم. أولا بناء نظام سياسي، نحن نتحدث عن 80% من الأرض اليمنية الغير خاضعة للحوثيين، وبالتالي يعني 20% المتبقية أو 25% المتبقية هي الاستثناء، والأصل هي 85 أو 80% التي خرجت عن سيطرة الحوثيين وهي أراضي محررة. إذن نعم. من الطبيعي جدا أن تعود الحكومة الشرعية لتمارس دورها في بناء نظام السياسي، هذا واحد. نعم. الاعتبار الثاني أن هناك مشروعا بديلا يجري اليوم على الأرض اليمنية، وبالتالي عدم حضور أو عدم وجود الرئيس هادي على الأرض اليمنية ليملأ هذا الفراغ، هذا يعطي فسحة لهذا المشروع أن يتجدر وأن يتمدد ويعني أن يكبر. أي مشروع نعم هادي. ما هو هذا المشروع دكتور عبد الله؟ نتكلم بوضوح هناك أكثر. هناك مشروع تقوده دول التحالف الإمارات تحديدا، هذا المشروع يتمثل في بناء قوى عسكرية وبناء أمنية وتحالفات قبلية ويعني خدمات وكيانات تدير. الآن عدن ليست يعني المناطق المحيطة بها ليست خاضعة خضوعا كليا للرئيس، يعني حكومة الرئيس موجودة في القصر الجمهوري ومع بعض الألوية الرئاسية تحرس هذه الحكومة، ولكن ليس لها من الأمر شيء. الأمر نعم. ذاته ينطبق على المناطق الشرقية، حضرموت وشبوة ويعني المهرة. يعني إذن هناك مشروع يتجدر ويتمدد، فغياب الرئيس هادي كلما طال غيابه وحكومته عن اليمن هذا يعطي فسحة ويعطي فرصة لهذا المشروع أن يتجدر أكثر في نعم. الأرض اليمنية. نعم دكتور عبد الله. وبالتالي تصبح مسألة اقتلاعه أو تغيير هذا الواقع تصبح مسألة أخرى، وبالتالي أنا أتصور يعني الشعب اليمني اليوم بدأ يعني معركته ليست محصورة في الحوثيين فقط، هناك معركة أخرى افتعلت افتعالا، وبالتالي عودة الرئيس هادي العاجلة والملحة إلى الأرض اليمنية لعلها تخفف من غلواء يعني هذه التطورات وتقضي إلى حد كبير على يعني التمدد والتوسع لهذا المشروع. نعم دكتور، ابقى معي، عود للأستاذ البرلماني شوقي القاضي في إسطنبول. أستاذ شوقي، إذن تحدث الدكتور عبد الله غني على نقاط مهمة، الآن الشرعية في خطر واليمن في خطر، لأنه غياب الرئيس عن العودة إلى داخل اليمن يعطي المجال ويعطي فسحة لطرف التحالف وهو الإمارات كما تحدث الدكتور عبد الله، ويتحدث اليمنيون بشكل عام لديهم مشروع، وكلما غابت الحكومة وغابت الرئاسة عن الداخل كلما توسعت وأخذت فسحة بالتمدد والسيطرة أقوى، وأيضا الحوثيين يكونوا في فسحة أيضا، ويعني ربما يتفق الجميع على في نهاية المطاف سينتج لعدم وجود الدولة اليمنية وتقسيمها وضياعها. هذا هو محور أول. المحور الثاني، إلى أين يعود الرئيس هادي أستاذ شوقي وهناك لا توجد أماكن آمنة كما يقول الكثير، لا عدن قابلة لعودة الرئيس ولا مأرب آمنة لعودة الرئيس، إلى أين يعود؟
كلام الأستاذ عبد الله صحيح طبعا، وهو ما قلناه وقاله جميع العقلاء وجميع الذين سبروا أغوار الأحداث في اليمن، أن تأجيل وتأخير ومنع رئيس الجمهورية من العودة إلى عدن، ومنع الحكومة بكامل طقمها، ومنع البرلمان من الانعقاد، ومنع مؤسسات الشرعية، واضح لا يحتاج إلى ذكاء ولا يحتاج إلى فطنة، واضح تماما أن هناك أجندات لا تريد عودة الشرعية، وأن لها ربما يعني أشياء يعني صارت شبه واضحة لدى البعض، يعني للأسف هذه حقيقة من الحقائق. أما عن إلى أين يعني ينزل الرئيس أو أين يتواجد، كلام ليس دقيق أخي الكريم. كان الرئيس، كانت هناك ألوية يعني حماية رئاسية موجودة لحماية الأخ الرئيس ولحماية مقرات الحكومة ولإبقائها تحت أمن يعني مؤسسات هذه الشرعية. الألوية تم اقتحامها ونهبها وضربها وقتلها. أيوة نعم. هذا ما يؤكد طبعا، هذا ما يؤكد تماما أن الأمر مبيت تماما، وأنه معد ومجهز لمنع عودة الرئيس الجمهورية وعودة مؤسسات الشرعية. لكن أظن بأن مأرب ربما ليس هناك أي مشكلة أن يعود رئيس الجمهورية وأن تعود الحكومة إلى مأرب، ليس هناك مشكلة مطلقا، فهناك جيش وطني، هناك مؤسسات لا بأس بها يعني، وأنا متأكد على يقين بأن الشعب اليمني الذي يتوب لإنهاء هذه الحرب التي للأسف دخلت في أنفاق مظلمة، بدأت بأمل يعني بدأت بحزم وعقبت بأمل، لكن الآن بدأ اليمنيون للأسف تخيب آمالهم وتخيب ظنونهم، لأن الأمور صارت منحرفة تماما. نعم. طيب دكتور عبد الله الغيلاني، إذا ما قرر الرئيس عبد ربه منصور هادي تحت الضغط الشعبي الآن اللي بدأ اليوم في حملة وعلى لسان وزير في الحكومة الشرعية للمطالبة في عدن، هل يستطيع العودة؟ كما تعلم دكتور عبد الله وأيضا الأستاذ شوق القاضي، أكثر من مرة الرئيس يقرر أن يعود إلى عدن يتم منعه من ذلك، مرة يعاد من المطار، مرة يعاد من الطيارة في الهواء، مرة يعلن الرئيس ويصرح بأنه بعد زيارة للأمم المتحدة في أمريكا سيعود إلى عدن ولا يستطيع العودة. هذه المرة إذا ما قرر تحت هذا الضغط أن يعود، هل بقدرته العودة إلى اليمن؟ من حيث المبدأ نعم، الرئيس هو الرئيس الشرعي، يملك إرادة كاملة، يتمتع بسلطات دستورية كاملة، فإذا قرر الرئيس أن يعود من حيث المبدأ يستطيع أن يعود. الآن نحن نتحدث عن الرئيس هادي وكأننا نتحدث عن رجل قاصر، الرئيس هادي ليس قاصرا، هو يتمتع بسلطات دستورية كاملة. الرئيس هادي من المؤسف أنه رغم كل هذا الحديث المكثف الذي يتناوله الجميع، السياسيون والمفكرون والصحفيون والرسميون، لم يخرج على الشعب اليمني ويحسم هذه القضية. ما حظه من الاستقلالية؟ ما حظه من القدرة؟ ما حظه من السلطات الدستورية؟ هل يستطيع أن يعود أم لا يستطيع؟ عليه أن يخرج إلى الناس إما على المستوى الشخصي أو عبر المؤسسة الرئاسية ويحسم هذه المسألة. أما إلى أين يعود الرئيس، أنا أتفق تماما مع الضيف الكريم، إذا تعذرت العودة إلى عدن وهي ليست متعذرة، الحكومة موجودة رئاسية، هناك ألوية تحمي يعني هذه الحكومة، وقد استطاعت أن تتصدى لمحاولات الانقلاب عليها التي تمت قبل يعني بضعة أسابيع. فإذا تعذرت العودة إلى عدن وممارسة الحكم من القصر الجمهوري هناك، فيستطيع أن يعود إلى مأرب. مأرب اليوم آمنة تماما، هي تحت يعني سيطرة القوى الوطنية، الجيش الوطني، المقاومة الشعبية، القوى السياسية، وهي آمنة تماما، ويستطيع الرئيس أن يعود إلى مأرب وأن يمارس صلاحياته الدستورية من مأرب، هذا إذا تعذر عودته إلى عدن. ولكن حتى العودة إلى عدن أحسب أنها ليست متعذرة الآن. يعني أنا في تقديري أن الرئيس أمام محك، أمام منعطف، أمام تحدي كبير. المسألة لم تعد حديث صحفي أو حديث مفكرين وحديث وسائل إعلام، يعني هناك إرادة شعبية تتبلور وتقول للرئيس إما أن تعود إلى اليمن وتدير الحكم من اليمن وتمارس صلاحياتك الدستورية كاملة من اليمن، وإما أن يعني ينظر الشعب اليمني في خيار آخر، في تيار ثالث ربما. ما هي الخيارات والتيار الثالث من وجهة نظرك دكتور عبد الله، إقليميا ودوليا؟ نعم، الخيارات الثالثة أو الخيار الثالث الذي تتحدث عنه أين هو ومن تقصد، إقليميا ودوليا؟ الخيار الثالث
الخيار الثالث، أنا أتحدث عن خيار ثالث على المستوى الداخلي على مستوى الشعب اليمني. يعني إذا استمرت الحكومة في هذا العجز واستمر أداؤها كفيحا على هذا النحو وأنت أمام صراع، يعني في الظروف العادية لا يقبل من الحكومة هذا المستوى من الأداء، فكيف والحكومة تدير صراعا؟ الخيار الثالث هو أن يلتفت الشعب اليمني إلى بديل، إلى تيار ثالث، يعني أن تلتئم القوى السياسية، تيار ثالث يتجاوز الشرعية الرئاسية. نعم يمكن أن يتجاوز الشرعية السياسية، لأن الشرعية السياسية يعني هنا المعيار، هل هذه الشرعية السياسية يعني أداؤها مرضي، هل هي تقوم تأخذ السيف بحقه، هل هي تطلع بمهامها، أم أن هذه الشرعية السياسية مجردة يعني من كل الصلاحيات الدستورية وأداؤها كفيح ومقعد على هذا النحو. نحن نتحدث أخي الكريم عن بلد يعاني، يعني هناك معاناة إنسانية، هناك معاناة سياسية، هناك حالة سقوط كلي. التقرير الأخير الذي صدر عن مجلس الأمن، يعني لجنة الخبراء، البند الأول في أن اليمن يعيش حالة لا دولة. نعم. وهذا هذا 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 تحول خطير جدا، فعلى الرئيس هادي أن يحسم هذه المسألة وأن يعود إما إلى عدن وإما إلى مأرب، وأن يمارس صلاحياته الدستورية، وأن يعيد كما قلت آنفا بناء النظام السياسي كاملا في طيب اليمن. طيب دكتور، يقضي على مثل هذه المشاريع البديلة التي تتبلور اليوم وتتجذر في الواقع اليمني. نعم أستاذ شوقي القاضي، هل فعلا كما يقول الدكتور عبد الله الغيلاني، إذا ما استمر ولم يعود الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى اليمن ويحاول إعادة العملية السياسية وترتيب اليمن من الداخل، فهناك ربما يظهر خيار ثالث قد يتجاوز شرعية الرئيس، ما رأيك أنت؟ المؤلم يا أخي الكريم أن القوى السياسية وأعضاء البرلمان وأعضاء الحكومة ومكونات الدولة سواء كانت موجودة في الرياض أو موجودة في اليمن أو موجودة في الشتات، للأسف تائهة تماما. أنا أتصور الآن أنه جاءت اللحظة التي تضع هؤلاء الناس جميعا بلا استثناء في 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 خيار لا ثاني له مطلقا، ولا يعني لا ثالث له مطلقا. إما أن يقفوا الآن مع اليمن ومع مشروعها ومع الشرعية، وإما أنهم للأسف سيلعنوا مدى العمر، يعني على لسان كل الأجيال القادمة. الآن لو اصطفت القوى السياسية جميعها بلا استثناء، لو اصطفت الكوادر المؤسسية بلا استثناء، لو اصطف الأعضاء البرلمان، لو اصطف المنتسبو والشرعية، لو اصطفوا الآن بلهجة واحدة وقالوا للتحالف نحن الآن على مفترق طرق، ما عاد الوضع يعني مشكوكا فيه. كان أول كانوا يقولون أنتم لا تفهمون بالاستراتيجيات العسكرية، وأنتم لا تفهمون بالحروب التكتيكية، وأنتم وأنتم وأنتم، وكنا نبتلع ألسنتنا، وكان القلة مننا من يرفع صوته ومع هذا يتهم. اليوم ما عادت هناك لا استراتيجية ولا تكتيك، صار الأمر واضح جلي بأن هناك في أحسن الأحوال انحراف. يعني أنا أختار كلمة انحراف فيما لو أحسنت الظن، لكن هناك أيضا مؤامرة واضحة جلية تماما للانحراف لمستقبل اليمن. وبالتالي أنا أتصور الآن أن الخيار الأمثل الآن الذي يجب أن يكون في إطار الشرعية هو أن ترفع الأحزاب السياسية كلها صوتها، لكن للأسف هو أصلا للأسف اشتريت ذمن، فصار البعض يشتغل شغل السماسرة. يعني للأسف لعبت الأموال بالنفوس الضعيفة، وما أكثر هذه النفوس الضعيفة، فمزقت نسيج الشرعية، وبالتالي تحول بعضهم إلى سماسرة. يعني إذا كان بعضهم يتصيد مقالات فيسبوك ومقالات تويتر لكي يتجمل بها ويتواصل بها مع السين من التحالف. أستاذ شوقي، حتى لا نخرج عن الموضوع بصورة أكثر، إذا ما تمت يعني هذه الحملة الشعبية وأتت نتائجها وتحت الضغط الشعبي عاد الرئيس وعادت الحكومة، هل يمكن لليمن فعلا أن ترتب أمورها وهناك من الموارد ما يكفيها على الأقل كموازنة حربية لمواصلة عملية التحرير، أم ستصبح في أزمة أخرى؟ كما تعلم الريال اليمني انهار، الاقتصاد انهار، اليمنيين بلا رواتب، لا صحة، لا تعليم. طبعا أخي الكريم الوضع ليس سهلا، لكن أنا أتصور
أنهم سيقوي هذا الموقف فيما لو وقفه اليمنيون سيقوي الجناح العاقل في المملكة العربية السعودية بالتحديد. هناك جناح عاقل نعرفه جيدا يتمنى الخير لليمنيين ويتمنى أن تحسم المعركة لصالح الشرعية، لكن للأسف يبدو أن هذا الجناح بدأ يخفض صوته لأنه يجد نفسه ربما وحيدا في مواجهة أجنحة في التحالف متآمرة وشرعية متخاذلة، وبالتالي لو فيما لو وقف اليمنيون هذا الموقف سيقوون الجناح المتعاون حقيقة في المملكة العربية السعودية، ولا زال العقلاء، لا زال كثير من الناس ينشدوا ويأملوا في أن المملكة العربية السعودية وقيادتها يمكن أن تفيق، لأنها هي التي ستكون في مواجهة اليمنيين وليس غيرها. أشكرك جزيل الشكر البرلماني شوقي القاضي، كنت معنا من إسطنبول. وعودة أخيرة إلى الدكتور عبد الله الغيلاني. دكتور عبد الله، أنت تحدثت يعني عن طرف ثالث في حال لم يعود الرئيس وفي حال ضاقت الخيارات باليمنيين ربما ينتج هذا الحل ويتجاوز حتى شرعية الرئيس، لكن ألا تعلم ولا تعتقد بأن يعني مثل هكذا خيار هو ما يتمناه الانقلابيون الحوثيون في صنعاء، إسقاط ما تبقى من شرعية لكي يتحدثوا للعالم بأنهم هم من على الأرض وهم من لهم الشرعية، وبهذا نكون قد فقدنا ربما يعني ما تبقى من رمزية الدولة وشرعيتها المعترف بها دوليا؟ أنا أرجو أن لا يصار إلى هذا الخيار، ولكن طبائع الأشياء لا تقبل يعني حالة الترهل هذه، طبائع الأشياء لا تقبل الفراغات. نحن أمام صراع وهذا الصراع له تداعياته اليومية، فأخشى أنه بحكم طبائع الأشياء بحكم التطور الطبيعي يعني طبائع الأشياء أن ينشأ هذا الخيار وهذا التيار الثالث ويرفض نفسه ويستمد شرعيته من الواقع. هذه مسألة. المسألة الأخرى، أمام الرئيس هادي اليوم فرصة سانحة أن يعود إلى اليمن، وأمامه ثلاث مهام رئيسية. المهمة الأولى إعادة بناء يعني النظام السياسي بكل ما يعني ذلك من البناء الاقتصادي والخدمي إلى آخره. اثنين، إعادة بناء الجيش الوطني الذي سوف يكون قادرا وبامتياز على الاطلاع بإنجاز عملية التحرير ربما في غضون يعني بضعة أشهر. المسألة الثالثة، لماذا يبقى الرئيس والحكومة الشرعية مرتهنان إلى الحليف الخليجي؟ نعم. إذا عاد الرئيس اليمن. طيب دكتور عبد الله، لضيق الوقت فقط. نعم. يعيد بناء تحالفاته. نعم. وأن ينشئ تحالفات مع قوى إقليمية ودولية أخرى. نعم. دكتور عبد الله، في أقل من دقيقة فقط، تحدث الأستاذ شوقي القاضي على نقطة مهمة بأن هناك جناح كبير عاقل في المملكة العربية السعودية ويتمنى لليمن الخير ويدعم ربما هذه الخطوات بعودة الرئيس وعودة الحكومة وأن تنتهي هذه الحرب. باعتقادك إذا ما حدث مثل هكذا سيكون هذا العقل والصوت الذي يدعم اليمن سيرتفع في المملكة ويساند الرئيس والحكومة اليمنية؟ نعم قطعا، ونحن نتحدث هنا أخي الكريم عودة الرئيس وممارسته لصلاحياته الدستورية والقضاء على المشاريع يعني الثانوية هنا وهناك في اليمن، هذا ليس مصلحة يمنية فحسب، بل هو مصلحة سعودية، مصلحة الأمن القومي السعودي أن يستقر اليمن، أن يستقر فيه النظام السياسي، أن تكون هناك قيادة سياسية موحدة. ما يحدث اليوم مضر بالأمن القومي السعودي على المديين المتوسط والبعيد، فالمصلحة مصلحة مشتركة، وبالتالي ينبغي على المملكة العربية السعودية أن تدعم هكذا خيارات وأن يعني تدعم عودة الرئيس وأن تدعمه وأن يعني تجعله يماثل صلاحياته الدستورية على نحو طبيعي جدا. البديل عن ذلك أن هذه المشاريع التي هي ليست فقط في مصلحة اليمن وإنما أيضا تضر بالأمن القومي السعودي. نعم، أشكرك جزيل الشكر الأكاديمي والخبير الاستراتيجي الدكتور عبد الله الغيلاني، كنت معنا من مسقط من عمان، والشكر أيضا للبرلماني شوقي القاضي كان معنا من إسطنبول. ختام هذه الحلقة، تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى بحلقات جديدة من زوايا الحدث بنفس الموعد ونفس الزمان. حفظكم الله والوطن.